اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، لسه بنتابع مع حضراتكم تفاصيل اللحظات الاخيره في وفاه الفنانه شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عام. وطبعا زي ما بنتابع مع حضراتكم الوصيه الاخيره للفنانه شيرين سيف النصر زي ما كتب شقيقها الاكبر عبر حسابه على فيسبوك الاستاذ شريف سيف النصر، وقال انه توفيت الى رحمه الله اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاه والدفن في مقابر العائله بهدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. يعني زي ما بنتابع مع حضراتكم كانت الوصيه الاخيره للفنانه شيرين سيف النصر هي الدفن في مقابر العائله بهدوء وسكينه وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. يعني دي كانت الوصيه الاخيره للفنانه شيرين سيف النصر طبعا اللي توفيت منذ قليل عن عمر ناهز 57 عام زي ما اعلن شقيقها الاستاذ شريف سيف النصر، وزي ما كان الخبر صادم لكل المتابعين وكل يعني متابعين الفنانه شيرين سيف النصر من دراما التسعينات. يعني كانت الفنانه شيرين سيف النصر واللي اتولدت في الاردن عام 1967 لاب مصري وام فلسطينيه من عائله هاشم المقدسيه، وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا قبل أن تلعب صدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله في السفارة المصرية ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986. وزي ما بنقول لحضراتكم انه وصيه الفنانه شيرين سيف النصر الوصيه الاخيره كانت ان هي تدفن في مقابر العائله بهدوء وسكينه وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء زي ما اعلن شقيقها الاستاذ شريف سيف النصر. الفنانه شيرين سيف النصر قدمت 31 عمل فقط استطاعت ان تحقق من خلالهم شهره واسعه، والبدايه كانت من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة ولكن بدور صغير للغاية. وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت الفنان أحمد زكي في بطولة فيلم سواء الهانم عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار لتبتعد عن الأضواء. ويعتبر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة علامة فارقة في مشوارها الفني. وزي ما تابعنا مع حضراتكم يعني قبل دقائق في اتصال هاتفي مع الفنان احمد عبد العزيز بطل مسلسل من الذي لا يحب فاطمه، ازاي يعني الفنانه شيرين سيف النصر كانت جميله فعلا وروحا زي ما قال الفنان احمد عبد العزيز. لكن الفنانه شيرين سيف النصر ابتعدت عن الفن منذ اكثر من 12 عام بعد وفاه والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح. وكانت الزيجة الأولى من رجل أعمال سعودي واختفت لفترة طويلة ثم عادت بعد سنوات وهي مطلقة. أما الزواج الثاني فكان من المطرب مدحت صالح، وصاحب هذه الزيجة ضجة واسعة لا سيما وأن الطلاق وقع بعد 4 أشهر من الزواج دون أن يذكر أي منهم سبب الانفصال. كمان تزوجت الفنانة شيرين سيف النصر للمرة الثالثة عام 2010 من جراح التجميل في المستشفى الألماني في الإسكندرية رائف الفقي، وانفصلت عنه سريعا. وزي ما بنتابع مع حضراتكم كانت الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر إن هي تدفن في مقابر العائلة بهدوء وسكينة وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء زي ما أعلن شقيقها الأستاذ شريف سيف النصر عبر حسابه على فيسبوك. كمان نقابة المهن الموسيقية يعني نعت الفنانة شيرين سيف النصر برئاسة طبعا الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، ونعت وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي رحلت عن عالمنا، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.
وجاء بيان النقابة ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها مسلسل غاضبون وغاضبات ومن الذي لا يحب فاطمة والمال والبنون واللص الذي أحبه. وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال، منها فيلم سواق الهانم بطولة أحمد زكي والنوم في العسل بطولة الفنان عادل إمام. واعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها، ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002 بطولة الفنان عادل إمام. يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل أصعب قرار من بطولة أحمد بدير ورياض الخولي وجميل راتب وعبير صبري وأحمد خليل وتامر هجرس وطارق لطفي. يعني مرة تانية بنعيد على حضراتكم الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر، زي ما قال شقيقها الأستاذ شريف سيف النصر عبر حسابه على فيسبوك، إنه الفنانة شيرين سيف النصر كانت وصيتها الأخيرة إن هي تدفن في مقابر العائلة بهدوء وسكينة وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. حيث ولدت الفنانة شيرين سيف النصر في الأردن عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله في السفارة المصرية ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986. وقدمت شيرين سيف النصر 31 عمل فقط استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة ولكن بدور صغير للغاية. وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع الفنان أحمد زكي في بطولة فيلم سواق الهانم عام 1994، كان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة علامة فارقة في مشوارها الفني. كمان ابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 سنة بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح. وكانت الزيجة الأولى من رجل أعمال سعودي واختفت لفترة طويلة ثم عادت بعد سنوات وهي مطلقة. أما الزواج الثاني فكان من المطرب مدحت صالح، وصاحب هذه الزيجة ضجة واسعة، لا سيما وأن الطلاق وقع بعد 4 أشهر من الزواج دون أن يذكر أي منهما سبب الانفصال. أيضا تزوجت شيرين سيف النصر للمرة الثالثة عام 2010 من جراح التجميل في المستشفى الألماني في الإسكندرية رائف الفقي، وانفصلت عنه سريعا. وكانت الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر زي ما قال شقيقها شريف سيف النصر، إنها قررت تدفن في مقابر العائلة بهدوء وسكينة وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي رحلت عن عالمنا، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة. وذلك في بيان جاء من النقابة كالتالي، نقابة المهن الموسيقية:
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنات، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق. عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986. ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، والتي من أبرزها مسلسل غاضبون وغاضبات، ومن الذي لا يحب فاطمة، والمال والبنون، واللص الذي أحب. وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال، منها سواء الهانم، النوم في العسل، واعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996، وذلك بعد زواجها، ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002 بطولة الفنان عادل إمام. يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل أصعب قرار من بطولة أحمد بدير ورياض الخولي وجميل راتب وعبير صبري وأحمد خليل وتامر هجرس وطارق لطفي. إذن مرة أخرى نعيد على حضراتكم وصية الفنانة شيرين سيف النصر، الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر قبل وفاتها، واللي توفيت منذ قليل عن عمر 57 عام، واللي كتب شقيقها شريف سيف النصر وصيتها الأخيرة، اللي أكدت فيها قرارها بالدفن في مقابر العائلة بهدوء وسكينة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. خالص العزاء لكل محبي الفنانة شيرين سيف النصر والوسط الفني في وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، واللي توفيت منذ قليل عن عمر نهى 57 عام. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضراتكم.